السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نوضح بخصوص يوم غدا الخميس. أكو كثير من التعليقات جاي تسأل ست صحيح يوم الخميس عطلة اللي هي باكر بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، فنقولهم لحد الآن دوام رسمي ماكو أي عطلة، وهي اعتيادي حيسوون إذا يعني قسم من المحافظات تعلن راح ننزلها لكم رأسا، فقسم من المحافظات تسووها عطلة محلية مو عطلة من وزارة التربية، فكل حسب كل محافظة حسب كل محافظ يعلن العطلة، فبس تنزل خبر عن أي محافظة عطلة رأسا ننزلها لكم. لحد الآن دوام رسمي ماكو أي عطلة، لأن يعني كثير من التعليقات جاي يعلقولي يقولوا لي ست صحيح يوم الخميس عطلة يعني عندنا امتحانات وكذا، فنقولكم لحد هاي اللحظة دوام رسمي، بس تنزل خبر عن العطلة أي محافظة تعطل أنزلها لكم.